قل الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين الغرباء، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم يا باب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن تكن جازعا، إن تكن جازعا لها أو صبورا، فلياليك حكمها، حكمها أن تجور، تصحبا كالضدين، تصحبا كالضدين ما دمت حيا، نوبا تارة وطورا، سرورا ربما استكثر القليل، فقير وغني بها استقل الكثيرا، فكأن الفقير، فكأن الفقير صار غنيا، وكأن الغني شنو صار فقيرا، فحذار من مكرها في مقام لست فيه تحاذر المحذور. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. طيب وأفاكم بذكر الصلوات على محمد وآل محمد. الكلام أيها الأحبة في هذه العجالة، في هذه العجالة من الوقت في معنى الصبر لغة واصطلاحا، وما هو أثر الصبر إذا التزم به الإنسان؟ يظهر أولا، يظهر من خلال التتبع في معنى هذه، معنى كلمة الصبر، أن هناك فرق بين المعنى، هناك معنى لغويا وهناك معنى اصطلاحي. معنى في اللغة يعني يختص باللغة وعلماء اللغة، وهناك معنى في الاصطلاح. الاصطلاح يعني نقصد بشنو الاصطلاح؟
الموجود في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك عن أئمة أهل البيت، ثبتنا الله وإياكم على محبتهم وبرأنا من أعدائهم الظالمين إلى قيام يوم الدين. فإذا جئنا نستطلع أقوال أو معنى الكلمة، كلمة الصبر في اللغة، وعند علماء اللغة يقولون أن الصبر لغة معناه الحبس والكف والمنع. التفتوا أيها الإخوة، ما راح نطيل لأن راح الجماعة راح يتوجهون للمقبرة، فما تيسر من شيء من الكلام حول هذا الموضوع. الصبر هو معناه الحبس. شنو يعني الحبس؟ يعني أن تحبس نفسك عن الشيء، تمنع نفسك عن الشيء، تكف نفسك عن القيام بهذا الشيء. فهذا يسمونه ايش في اللغة؟ الصبر. يعرفون الصبر بأنه الكف، المانع، الحبس، هكذا المانع والكف والحبس. أما في الاصطلاح الروائي صح لنا أن نعبر هذا التعبير، فيأتي معنى الصبر على أقسام عديدة. بعضهم من العلماء يتفرعون في موضوع الصبر فيقولون أن الصبر منه ما يعرف بالصبر الواجب، الصبر الواجب، ويقسمون الصبر الواجب إلى ثلاثة أقسام كما يتضح من نقل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما تعرض إلى موضوع الصبر، قال إن الصبر أيها الإخوة المؤمنون ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا الصبر الواجب. قالوا وورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن الصبر ثلاثة أقسام، أو الصبر ثلاثة أنواع. مؤدى الرواية، مو مضمون الرواية الآن، لكن النبي هكذا يقسمها، يقسم الصبر عفوا، يقسمه إلى صبر عرف بالصبر على الطاعة، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. هذه ثلاثة أقسام يتفق علماء الدين على أنها واجبة، يعني يجب على الإنسان الصابر شرعاً، مو يجوز له أن يصبر، يجب عليه أن يصبر. زين، يبقى على أن هناك أثر إلى الصبر بعد إذا سمح الوقت نتعرض إليه، وإن لم ملازم، لكن نتعرض إلى هذه الأقسام الثلاثة. الصبر على الطاعة، أن يحبس الإنسان نفسه ويوطنها، أن يوطنها على ويش؟ على الطاعة مولانا. والمسألة ليست سهلة، ولو كانت المسألة سهلة لسهلها أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي كان يغتنم الأوقات اللي عنده فيها فراغ، وكان سلام الله عليه، وكان سلام الله عليه لا يدع فرصة إلا ويضرب لنا فيها مثالا رائعا جدا من العبادة. يتكلمون عن الإمام، وعن يعني عن هذه العبادة التي مو بس الإمام عليه، كل الأئمة مولانا كلهم كانوا على درجة كبيرة وضربوا الأمثلة الرائعة في العبادة، إلا أنهم من فيهم هناك من يتميز مثلا بشنو، يتميز في لقب مثلا يسمونه سيد العابدين أو زين العابدين وسيد الساجدين، كالإمام مثلا علي بن الحسين،
صار تميز، مو لأنه أرقى، لا ميز، عرف الإمام، مو لأنه أرقى من أمير المؤمنين أو أرقى من الإمام الحسن عمه أو أرقى في العبادة من أبيه الحسين عليه السلام. لا، القصة مو قصة ترقي وهو أرقى، لا، وإنما القضية برز هكذا، برز هكذا، شاء الله له أن يبرز الإمام، شاء له أن يبرز بهذا اللقب، ولهذا عرفته الروايات عن الإمام، عن النبي صلى الله عليه وآله، فقالت شنو؟ سمته بماذا؟ زين العابدين، عرفه النبي صلى الله عليه وآله بهذا الوصف، وصفه بهذا الوصف. يقول في حديث منقول عن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الصحابي المعروف المؤمن الثقة، يقول: يا جابر، يولد لولدي الحسين ولد اسمه علي، إذا كان يوم القيامة شنو نادى مناد، أين زين؟ ممكن أن تكون هذه، لو الله أراد إلى الإمام الحسن يعبر عنه النبي أنه ولدي مثلا يولد، أو يولد ولد اسمه مثلا زين العابدين اسمه حسن مثلا، ما في مشكلة، عبادة الحسن واضحة، عبادة الحسين هم واضحة، قلت لك. لكن تميز الإمام زين العابدين بهذا اللقب، كلهم على درجة كبيرة من العبادة. يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: كان لأبي علي بن الحسين في مواضع سجوده ثفنات. الثفنات شنو؟ جمع الثفنة، والثفنة هو اللحم الزائد الذي عادة ينبت على وين؟ على أطراف الجمل، على ركب الجمل. وهنا استعيرت عند الإمام زين العابدين، لأنه فعلا كان له في مواضع سجوده السبعة ثفنات كثفنات البعير، يعني لحم زائد، كان يقطعها في السنة مرة أو مرتين. أمرنا في الرواية، يقول الإمام عليه السلام: أمرنا أن ندفنها معه، فوش فدفنت. الصبر على الطاعة. ليش؟ الشاعر يقول في هذا المضمار: إبليس والدنيا، ها؟ إبليس والدنيا ونفسي والهوى. حبيبي، صارت الصلاة والالتزام بمواقيت الصلاة من شأن المؤمن، يعني الموالي الشيعي. في خبر، في أخبار عن أهل البيت عليهم السلام: إذا رأيتم الرجل يجتاز، عفوا، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حتى أن بعض العلماء في هذا المضمار إذا عرفوا أن الرجل لا مو تقول لي ما يصلي، أنا ما ناقشك الحين في ما يصلي أو يصلي، لما تجيني تقول لي: والله فلان متقدم إلى بنتي أنا، أنت وش تقول فلان شيخ فلان أو ملا فلان نعطيه غربال؟ إذا أنا ما قلت له الواقع عادي، وإذا قلت له الواقع حاوشني، غير مشكلة إيش؟ إذا أنت تجي تعتبني أنا، تعاتبني لوين؟ ليش ما تلوم روحه؟ أنت اللي ما تصلي في المساجد، صح له؟ تهاوش هذا اللي قال، لأن المشكلة هذا مسألة، هذا رجل في مقام شنو؟ الثقة،
رجل ثقة، فلو لم يكن ثقة لما قصده زيد من الناس. وش تقول في فلان؟ أعطيه بنتي أو ما أعطيه؟ أنا ما قلت لك ما يصلي، بس قلت لك ما يجي المسجد. أقل شيء بقول هالحكي لو لا، لأن لو قلت لي، لو قلت لك أنا روح أسأل غيري، أنت وش بصير في بالك؟ بتضربوا بريك على قولتهم لو لا؟ عدل، لا بيصير في نفسك شيء، بتقول مدام هذا الشيخ الفلاني أو الملة الفلاني أو المؤمن الفلاني أو السيد العلاني قال لي روح أسأل غيري، يعني أكيد الرجال فيه شيء، فأنا غربان وش أسوي في عمري؟ لازم أقول أنت بدل ما جيت عاتبني أنا، والأب يغضب والأم تغضب والأخوان يغضبون يمروا عليك ما يسلمون، لوين؟ لأني قلت فلان ما يجي المسجد، فعلا أنت ما تجي المسجد. أنا ما قلت ما يصلي. الحديث يقول شنو؟ إذا رأيتم الرجل، وهذا ما يجي، ولهذا بعض العلماء لا يأخذون شهادته، إذا يتقدم إلى شهادة حق إحلال وغيره ما يقبلونه، ما يصلي في المسجد. أنا ما يقول ما يصلي بالمرة، حاشا لله، أنا ما أتكلم عليه، بس ما يجي المسجد. أنا ملزوم أني أروح أنا أتبعه في البيت يصلي لما يصلي، أو أتتبعه خارجا إذا جاء إلى المسجد، إذا جاء إلى المسجد وحضر المساجد خلاص. فالقصة تحتاج إلى صبر مولانا. ولهذا أمير المؤمنين يقول وإنما هي نفسي، شنو؟ أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر وتأمن من جوانب المزلق. ويقول علي عليه السلام، حتى نختم بعد خلاص صار الوقت، أعدى أعداؤك شنو؟ لا تدور على عدوك برا، دور على عدوك داخل نفسك. أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك، فإن قدرت عليها اجي وتشلخ الشارع من زول ما تضرب وتلطم في العزاء، لكن ما تحضر في المسجد. لويش؟ لماذا؟ لماذا لا؟ لماذا تمتنع من حضور المساجد؟ قتل الحسين من أجل المسجد والصلاة، وإحنا نقتل الحسين في كل يوم بابتعادنا عن الصلاة في المساجد. إن كان دين محمد، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذي ذكر العدوان، ذكر العدوان صلاة النبي من صلته. اقرأ اقرأ وياي. غنى فوق الروس سيفه وما يثني ضربته، صرخ والعدوان ظلت ترتعد من صرخته، ينضم برمحه سيفه من العزم ينثر شرى. اي مأجور مأجور. تزلزلت من شد عليها وثغرب وسكنة ابتسم، والعساكر شطر مرمي على الثرى وشطر انهزت، ما نجت من سيف بن حيدر علي لو
ولا السهم. ايش سوى هالسهم هذا؟ شق قلبه، ويل عليك يا ابا عبد الله، شق قلبه وخريت للضا غضى فوق الاوعار، شق قلبه وخرب السجاد عن ظهر المهر. ايه يا حبيبي، شق قلبه وخرب السجاد عن ظهر المهر، وظل عالج بالسهم وانخسف صندوق الصدر، واتكى واستخرج يا ويح قلبي من الظهر، والقلب منا مزاق والدم جرى شبه لنهار، وضعف من نزف الدم وظل يتقلب بلوهات، جمع بيمينه وشماله من الترايب له ساد، والسد الخد وشبح لم خيم نسل لم جاد، وانغش عليه وبقى مطروح مدة من النهار. الخيل هجمت وقفت زينب على التل تندبه، تصيح يا ابن امي ادركنا، فتح عينه وانتبه، شاف زينب والعوايل فارات من الخبه، صاح خي يعز علي يسلبونك هالاشراء، ردي الخدرك يا زينب ويسي من نهضتي. ما الذي منعك عنا ابا عبد الله؟ شو اللي مخليك ما تقوم تنجدنا وترقذنا؟ سهم المثلث يا محزونة استخرج مهجتي، خايف ايتامي تذوب قلوبها من شوفت، خايف سكينة واخوها قلبها يصيب انذعة، نادت انا ودي اوصل مصرعك وانجدل، لكن شبيدي لازمه لازمه ذيالي، ولو يقدر السجاد ينهض كان خدك انوسدى وبالدمع نغسل الطبرة، تدري الغربة ضعضع عزوم، ضعضع عزوم الرجاجي، واني وحيدة وعايلة ومجبيل ومجبيل علي ليل، ومن الصبح باكر يا خويا عنك نشيل، والظل عارب هالفلا واحنا ضعيف، أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب، ها نحن بعدك يا غريب الدار قد صرنا غرائب. يا الله تفضل علينا مولاي بقبول عزائنا، شافي مرضانا، فك أسرانا، خلص مساجيننا، رد غرباءنا، داوي جرحانا. اللهم ارزق من ليس عنده ذرية ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، قريب مجيب من اجتمعنا لأجله وسببه السعيد المتوفى، ارحمه اللهم برحمتك، واسكنه فسيحا من جنتك، جافي الأرض عن جنبه، أصعد إليك بروحه، واحشره في زمرة محمد وآله الطاهرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. كلمة لا بد أن تقال في مثل هذا المقام، وهي: يتقدم إخوة الفقيد وأهله بالشكر والامتنان إلى كل من واساهم في مصابهم بفقدهم أخيهم الغالي السيد جعفر السيد محسن رحمه الله،
سواء بالحضور أو الاتصال كما يطلبون من أي فرد إن كان له أو عليه أي التزامات مالية أو غيرها بالتقدم إلى أخيه الأكبر السيد حسين، وذلك لإبراء الذمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئ ذممنا وذممكم إلى روحه وأرواح إلى من اجتمعنا لأجله. اللهم ارحمه برحمتك وأسكنه الفسيح من جنتك، جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك بروحه، واحشره في زمرة محمد وآله الطيبين الأطهرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين، واخلف على أهله وذويه في الغابرين، وإلى روحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، ولأرواح شهدائنا الأبرار، ولأرواح خدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.